السلام عليكم. مثل ما عرفنا بالساعات الأخيرة أنه فيلم The Lady of Heaven حصل على جائزة الفيجوال إفكتس المقدمة من شركة فوربس المشهورة. طبعا شنو فائدة هذه الجائزة؟ بالنسبة لي أنا شخصيا تضمن هذه الجائزة فائدتين بغاية الأهمية، الأولى هي على المدى القريب والثانية على المدى البعيد. بالنسبة للفائدة الأولى، أنه أي فيلم يدخل مهرجانات ويفوز بجوائز راح يسلط الأضواء من قبل الصحف العالمية ومن قبل المواقع، فلما فيلم The Lady of Heaven فاز بهذه الجائزة راح نشوف صحف عالمية تتناول هذا الموضوع، راح نشوف صحف عالمية تتكلم عن قصة الفيلم، بالتالي نجح الفيلم تسويقيا وإعلاميا، ونجح الفيلم أيضا بتسليط الضوء على قصة فاطمة الزهراء عليه السلام، أو أقلها راح نخلي الناس تعرف من هي فاطمة الزهراء عليه السلام. بالنسبة للفائدة الثانية وهي الفائدة على المدى البعيد، إذا تسألني شخصيا شنو تفضل، بالنسبة لي أنا أفضل الفائدة بعيدة المدى، لأنه بكل بساطة هذه الجائزة حفظت الفيلم للأجيال القادمة. مثل ما قلت، أي شخص يبحث ويريد يعرف من هي الأفلام الحاصلة على جوائز في مهرجان كان السينمائي لسنة 2021 راح يطلع له فيلم The Lady of Heaven. فمثلا أنا قبل فترة سويت ماراثون لأفلام الأوسكار، خليت ببالي أنه أحضر أفلام الأوسكار من سنة 1970 لحد 2020، فأكيد أنا ما أعرف كل الأفلام، فلما دخلت من هي الأفلام الحاصلة على جائزة الأوسكار وحددت السنة طلعت لي مجموعة من الأفلام، بالتالي هذه الجائزة حفظت هذا الفيلم، خلته أي شخص يبحث عليه بالمستقبل راح يعرفه. فمثلا أنا حضرت فيلم عام 1970 للجنرال الأمريكي والقائد العسكري باتون، هذا الشخصية ما أعرفه لكن عرفته من خلال الفيلم الحاصل على الأوسكار. فالشاهد أنه الجائزة تحفظ الفيلم تاريخيا، فمثلا الآن تسجل أنه فيلم The Lady of Heaven حاصل على جائزة الفيجوال إفكت، هذا الشيء يخلي الأجيال القادمة مثلا بعد 10-20-30 سنة تبحث من هي الأفلام الحاصلة على جوائز في مهرجان كان الدولي، راح يطلع له فيلم The Lady of Heaven ضمن اللستة للأفلام الحاصلة على جوائز. ففائدة هذه الجائزة هي فائدة قريبة المدى مثل ما قلت، وفائدة بعيدة المدى، وصراحة لا تستبعدون هذا الشيء إنه الشخص يبحث. مثل ما قلت، أني لما حضرت فيلم باتون عام 1970 خلانا هذا الفيلم أبحث عن هذه الشخصية، أعرف عنه أكثر، أعرف توجهاته، أعرف قوته بالتاريخ الأمريكي. فالموضوع نهائيا مو مستبعد إنه الشخص لما يشوف فيلم The Lady of Heaven يبحث عنه ويعرف من هي سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليه السلام. طبعا حبيت أغطي هذا الخبر اللي كل إحنا نعرفه، لكن حبيت أسلط الضوء عليه من جهة مغايرة تماما. وبس، هو ذا كان عدو ياكم، في أمان الله.